كلامي بان انا استخدم بوست كتبته النهارده الصديقه العزيزه باهو، وحسيت انه بيعبر فعلا عن اللي انا عايزه اقوله. من مزايا الاضراب عن الطعام القليله انه بيكسر وهم القانون المحايد والقضاء المستقل والتهم المنسوبه، بيكسر الشكل القانوني المصنوع لاضفاء شرعيه زائفه لحبس معارضي النظام من سجناء الراي. بيقول بشكل واضح ان قرار الحبس قرار سياسي منزوع الصله بالمهام المفترضه غير المتحققه للنيابه والقضاء، وبيقول للنيابه والقضاء انتوا كلاب الحاكم. تعالوا على جنب كده لما نشوف فجر الحاكم هيوصل لحد فين. بيخلي حتى الناس اللي مش عايزه تواجه الحقيقه دي تضطر تواجهها. ربما اللغه قويه شويه، يمكن انا لو كنت كاتبه الكلام ده كنت استخدمت لغه مختلفه، لكن في النهايه النقطه اللي انا عايزه أأكد عليها انه احنا في معركه سياسيه وليست معركه قانونيه. الوضع الحالي انه ما بين أوضاع السجون وما بين أوضاع ما يطلق عليه مرفق العدالة والذي لم يعد له أي صلة لا بقانون ولا بعدالة، كل من هو محبوس النهاردة، كل من هو محبوس حتى لو مجرم فهو مظلوم لأنه لم يحظى بمحاكمة عادلة، ولأنه أوضاع السجون المصرية يعني لا تليق بالقرن 21.